السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتبت نموذج أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الثاني المتوسط، أسئلة الشهر الأول. يعني كتبت تقريبا 6 أسئلة. السؤال الأول القطعة الخارجية، هاي اختاريتها من كتابكم من الوحدة الأولى وخليت عليها هذه الأسئلة. يعني تجاوبون على الأسئلة أو تنقيط وإضافات وقصة والإنشاء عن لحظات محرجة يعني عندي بالموجود بالقناة. يلا يعني السؤال الأول، هنا هذه القطعة يعني قطعة بسيطة اختاريتها أو كلماتها بسيطة، حتى الترجمة مالتها بسيطات. وهذه الأسئلة: My name is Ali. أني اسمي علي. I am 15 years old. عمري 15 سنة. I have a lot of hobbies. Hobbies I like reading books. وهوايتي وقراءتي، أحب هذا قراءتي، أحب أن أقرأ الكتب. I play football with my friends. ألعب مع أصدقائي. I also go to the gym to get fit. I love sports. يقول أني أذهب إلى القاعة الرياضية للحصول على لياقة، يعني اللي يحبها بالرياضة. Answer the following question. اسأل، جاوب على هذه الأسئلة. Ali goes to the to get fit. علي وين يذهب؟ وإحنا قلنا للقاعة الرياضية، الجيم هذه. Does he like reading books؟ يعني يقول هل علي يحب قراءة الكتب؟ قلنا يحب قراءة الكتب. I like reading. نقول yes he does. بقى شوفوا yes he does. يعني طبعا التلقيط هنا، الكمة هنا، هذا النقطة. Ali is، ايش قد عمر علي؟ 15 years old. What does Ali do with his friends? Ali play football. الجواب مالتها يقول ما هي الأشياء اللي شلون نقول، لا مو هي، علي كان يلعب ويا أصدقائه. شي يلعب؟ كان يلعب بلاي فوتبول. اي بلاي فوتبول، اي بس هاي اي بلاي فوتبول، كان بقى هاي اي بلاي فوتبول وذ ماي فريندز. هو يقول علي كان يلعب مع أصدقائه، نقول علي بلاي فوتبول. زين، هذه القطعة الخارجية. يلا عيني اخذوا لها صورة. اكو ترى هواية قطع، بس انا اختاريت هذه القطعة شوية يعني كلماتها بسيطة. السؤال الثاني، هنا عندي اختار اختيارات، جبت لكم بس 3. ما دام هنا عندي 4، I have sit here the 3 hours. ما دام عندي 4 وسنس، ما دام عندي hours 3 hours، نختار لها 4. She likes cooking. لو cook likes ياخذ فعل زائد ing، يعني نقول هي تطبخ، باعوا هذا cooking، هي تحب أن تطبخ. 2 3 let's have a lunch. shall we لو let's هذه قاعدة let's عندنا. زين، السؤال الثالث شنو؟ هنا القواعد الجرامر، present perfect المضارع التام، عندي شرحتها موجودة بالقناة. الآي والذي والوي واليو ياخذها في التصريف الثالث للفعل، والفعل ما يصرف أضيف لأيدي، والشي والهي والإت ياخذ هاز. زين عندي she play tennis، شو أقول؟ she ياخذ has play، هذا يعني ما يصرف، ضفت لأيدي she has play tennis. Ali have gone to the mall since an hour. Correct the sentence. هنا يعني يقول صحح الجملة، صححها. شوف ايش قايل، قايل Ali have، خطأ، نقول Ali has. will go، شو يصير؟ الجو بسنز وفور عند المضارع التام، فيتصرف نقول go gone، والجملة to the mall since on hour تنزل نفس ما هي. المهم قايل هو علي هاف، لا هذا الهاف للجمع، العلي مفرد اخلي له هاز، والجو يتصرف. اخذي له صورة. يلا حياتي. زين خلصنا ايش كم سؤال؟ 3 أسئلة. بعد هذه النقطة الثالثة. النقطة الثالثة من سؤال السؤال هذا الثالث، لحظة، النقطة الثالثة، اي من السؤال الثالث.
هذا السؤال الثالث. The boys played in the park use the correct pronoun. هذا شنو pronoun؟ الضمير، الضمائر. pronoun الضمير. شو خلي؟ they played there. المهم نخلي they هذا الضمير مالته. lived in Basra. How long has your family؟ يقول لك رتب الجملة. عندي جملة مخربطة ونرتبها احنا. عيوني؟ فنقول بط من يشوفون بط in order رتب الجمل. أول مرة شو خلي؟ how long هذه الأداة how long، بعدين شو خلي الفعل المساعد has، بعدين أخلي your family lived in بصرة. مبينة كلش سهلة. هنا عندي what kind to of people don't you like؟ answer the question with lazy. يقول I don't like، I don't like people who are lazy. هاني نخلي I don't like. زين يعني نقول I don't like people who هذه are lazy. السؤال الرابع، السؤال الرابع عندي إضافات. السؤال الرابع يقول لي إضافات see saw stop stopped. هذه بالماضي البسيط الفعل ينتهي بحرف صحيح قبله حرف علة، نضاعف الحرف الأخير ونضيف له إي دي. هذه إضافة إي إن جي go going listen listening، بس أضيف لها إي إن جي. هنا عندي برايت، هنا إضافة إي آر اي ار اي ار برينت برينتر، يعني اضافه اي ار. اي دي اي اي ديتور و اي اي ديت اي ديت، بس نضيف لها او ار. اي ديت نضيف لها او ار. هنا عندي فاي ماس ويل ناو بريزنت، نخلي ا جيفت المرادف مالتها، نخلي ا جيفت. هاي اي جي اي اف تي. هذه شنو عندنا؟ هذه شو يسموها القصة، قصص. يقول لك مستر جيمس، مستر جيمس has worked in the hospital. يعني شنو for 10 years هذا ايش قد عمله جيمس بالمستشفى. يعني يقول صحيح يعني 10 سنوات عمل؟ لا، نقول false. He loves painting complete. يقول لك كمل. هذه loves painting. زين أنا قلت أنا جبت كل بعد ها أربع نقاط جبت. His wife loves gardening لو painting. هذا زوجته كانت تحب gardener. Gardening. How many you lucky think happened to Bob? How many? يقول لك كم عدد الأشياء الغير المحظوظة أديتو؟ يعني شيئين، بس اثنين، شيئين. هنا عندنا التنقيط I speak Arabic and French. نقول I نحوله speak تنزل Arabic الآي والآن تنزل والفرنج طبعا هذا الأف لازم هيجي كابيتال. نسوي كابيتال هذا لازم كابيتال هيجي اف يعني هيجي اف. زين وخلون اخر شيء نقطة، لا تنسون النقطة هذه اخر شيء اخلي النقطة. هنا عدة لحظات حرجة، موقف محرج، راح أخلي لكم الرابط بالوصف مال هذا الفيديو، موجود بقوائم التشغيل بوحيدة فيديو، وإن شاء الله التوفيق.